ريال مدريد ومنظم هذه البطولة المهمة للغاية، واتكلم كان سالجادو على يعني قيمة وعظمة النادي الأهلي ومشاركته في هذه البطولة. أيضا دكتور عمرو أبو المجد تحدث عن رضاه التام في مشاركة فريق البراعم مواليد 2005 وتحت 13 سنة، والنهارده أعتقد إن كان في جلسة مع الكابتن محمود صالح نائب مدير القطاع للبراعم وكابتن أحمد سمير مدرب فريق 2005 للاطلاع على التقرير الأخير وتقييم جدوى مشاركة هذه الفرقة فرقة 2005 في بطولة دبي. إحنا معنا على الهاتف عشان تعرف على تفاصيل أكثر لقطاع ناشئين في النادي الأهلي زميلنا المجتهد والنشيط فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. النور كابتن محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. نتكلم الاول على حاله النادي الاهلي، حاله فريق 2005 وعودته من بطوله دبي، بطوله مهمه للغايه. النادي الاهلي واجه مدارس عديده، مدارس من اسبانيا، مدارس من الامارات، مشاركه كانت فعاله للغايه لهذا الفريق. خلينا نتكلم مع حضرتك يا كابتن محمد بخصوص 2005 بالفعل ومشاركته في بطوله دبي الدوليه. في نقطة بس أنا حتى نوهت عنها في لقاء الأهلي ووادي دجلة، إن نظام البطولة كان بيختلف تماما عن نظام البطولة والمسابقة المقامة في مصر. نعم. الفريق بيلعب هنا في دوري المهرجانات الخاص بمنطقة القاهرة، وزي ما حضرتك عارف إن إحنا بنلعب 8 وحارس مرمى، يعني 9 لاعبين في أرض الملعب. نعم. طبعا لا يطبق عليه نظام التسلل، يعني اللي بتلعب ما فيش تسلل سواء على جميع الفرق، يعني كل الفرق النظام موجود في مصر ان مرحله الثمانيه هو ولاعب بيلعبوا من غير تسلل. فطبعا ان حضرتك تعود اللاعب يقف ازاي في التسلل او يضرب ازاي مقتدر التسلل فبتحتاج وقت، فجه اللعيبه ما بين وقت قصير جدا بدات ان هي تلعب في البطوله على نظام التسلل، فكان ده امر شويه نقدر نقول ما ساعدش النادي الاهلي. نعم. وده امر حضرتك تعرف انه امر في غايه الاهميه للاعب، لان اللعيبه حضرتك عشان ان انا اشغلهم او اوقفهم او اعلمه يضرب مصيده التسلل بيحتاج وقت تدريبي كتير، رايي في الكابتن احمد سمير او قطاع مدرسه الكوره، فدي برضه ان هي نقدر نقول ما حلفش الحظ الاهلي بخصوص النقطه دي. لكن المشاركه والصدى اللي سابه النادي الاهلي هناك، وان ان شاء الله في بطوله ايضا هتقام في شهر 7، وتشيلسي سالجادو اتكلم على لعيبه في النادي الاهلي، اتكلم على اللاعب مارادونا، اتكلم على اللاعب يوسف عفيفي، في مواهب في النادي الاهلي لفتت الانظار. ده حقيقي. والبطوله اللي زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله هتبقى في بطوله في شهر 7، وبالمناسبه ان ايضا في بطوله في شهر 4 خاصه ب 2002. نعم. اللي هتقام ايضا في دبي في الفتره من 10/4 لل 19/4، هتبقى مشاركه انديه انتر ميلان وباريس سان جيرمان وليون وروما. ايضا في اتجاه القادمه لاقامه بطولات دوليه في دوله الامارات، يعني دوله الامارات بدات ان هي تستقطب الانديه ويبقى في اهتمام كنا مفتقدينه خلال الفتره اللي فاتت في بطولات قطاع الناشئين، هيبدا يعني بدءا من هذا الموسم مرورا بالمواسم القادمه بمشيئه الله هتلاقي اهتمام رهيب، نرجع مره ثانيه للبطولات لما كنا بنشوف بدايه رمضان صبحي لما كل حضرتك عارف كان في بطوله الشيخ زايد. نعم. بدات المواهب تظهر مره ثانيه، هيبقى حتى الجماهير هتشوف ممكن بتتابع اللعيبه عندنا على في قناه النادي الاهلي والتغطيه الكامله لقطاع الناشئين، لكن هتبدا تشوف اللعيبه في الملاعب العالميه، في الملاعب في منافسه الفرق الاوروبيه، اعتقد هيبقى ليها صدى كويس قوي الفتره القادمه. هو اكيد المشاركه فاروق، خلينا نتكلم على الجزء الاول وموضوع الاوفسايد وعدم اللعب على الاوفسايد، وبعدين لعيبه النادي الاهلي واجهت ان لازم يلعبوا باوفسايد في بطوله دبي. انت بتتعلم من هذه المواقف، والمشاركه في بطوله دبي انت بتشارك الاول تكسب خبرات، تكسب حاجات فنيه، بتلعب مدارس عكس الطريقه اللي انت بتلعب عليها. احنا هنا في مصر عندنا فلسفه، في اسبانيا عندهم فلسفه، في فرنسا بتتكلم كمان على دول من اقوى الانديه على مستوى العالم، على بطولة كان فيها برشلونة، فيها مدريد، فيها مانشستر سيتي، فيها كل المدارس القوية في كرة القدم في العالم، وانت بتتعلم وبتاخد وتستفاد حاجات مهمة جدا من هذه الأمور. الشق الثاني انت بتتكلم على الصدى، احنا كلنا كنا مستمتعين حتى بهذه اللقاءات، وسواء كنت بتعلق او زمايلك في القناة هنا على هذه المباريات، وكنا فعلا مستمتعين واحنا بنشوف نجوم النادي الاهلي هم بيلعبوا فرق من بره. طبعا استكمال المشوار
قرروا المشاركة في بطولة لعام 2002 أو مواليد 2002، وأنت بتكلمني على إنتر ميلان، بتكلمني على باريس سان جيرمان، من أقوى المدارس برضو الموجودة، مدرسة إيطالية ومدرسة فرنسية قادمة بقوة في الكرة العالمية. كل دي خبرات ومميزات مهمة جدا، وأديك اديتنا مثال ظهور رمضان صبحي كان في بطولة الشيخ زايد. فبكل الأمور الموضوع كان المشاركة إيجابية للغاية في هذه الفترة. خلينا أكلمك على لاعب 2002، أنت كنت بتكلمني على فريق 2002 ومشاركته. خالد جدلة طبعا نائب مدير قطاع الناشئين من النادي الأهلي قال إن عمرو عادل عبد المنعم في معايشة في نادي في إسبانيا، أعتقد فريق ألابس، ديبورتيفو ألابس في إسبانيا، في أخبار عن هذا الأمر؟ بالضبط، هو عمر عادل في فاكس جه للنادي الاهلي بان طلب معايشه للحارس عمر عادل، بالمناسبه هو شقيق احمد عادل عبد المنعم. نعم، حارس النادي الاهلي الاهلي الاسبق الاسبق اللي لنادي مصر المقصه. بالضبط، فعمر واحد من الحراس برضه نقدر نقول استراتيجيه حراسه المرمى الموضوع في النادي الاهلي واللي بيشرف عليها الكابتن اكرامي. هو عمر من الحراس الكويسين والمميزين في النادي الاهلي. في الدعوه جت ان اللاعب ان شاء الله يتوجه في فتره قادمه لقضاء فتره معايشه بنادي ألافيس الاسباني. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ايضا مع يعني في الفريق حارس، ايضا الحارس يوسف ابو جبل. وبالمناسبه فريق 2002 الماضي كان حقق الانتصار على فريق نجوم المستقبل بخمس اهداف مقابل ثلاثه. يعني انا هستعرض برضو مع حضرتك النتائج الفرق يعني بنهدريك، بس بخصوص النقطه بتاعت الحارس عمر عادل ده بالفعل، وان اللاعب ان شاء الله يتوجه لقضاء فتره المعايشه. طيب بالنسبه لاهلي 99 كان كسب طنطا 7-1 في منافسات الجوله 24 بطوله الجمهوريه. بالفعل هو اللقاء كان اقيم امس بطنطا، وفريق النادي الاهلي قدر ان هو يفوز على فريق طنطا بسبع اهداف مقابل هدف. في لقاء كان نجمه اللاعب صالح نصر اللي احنا استضفناه خلال الفتره الماضيه في قناه النادي الاهلي. نعم. وزي ما انا قلت لحضرتك وقلنا ان ده بمشيئه الله هيبقى خليفه محمد بركات، اللاعب قدر ان هو يحرز خمس اهداف من اجمالي السبع اهداف، وكان هدفين احرز من اللاعب مصطفى فوزي واللاعب بيسو. لقاء تسيد النادي الاهلي تماما اداء ولعبا ونتيجه. صالح نوعيه اللعيبه اللي عنده سرعه نقل الهجمه من الحاله وينقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. دايما الكابتن امين عرابي بيراهن عليه في الشق الهجومي، يعني هو حاليا هو بيتصدر هداف في البطوله ب 18 هدف. نعم. وانا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يا كابتن محمد، ان معظم بطولات الجمهوريه للناشئين الهدافين من النادي الاهلي. نعم. يعني دي حاجه سمه من السمات المهمه جدا. انا زميلي فاروق صلاح بشكرك طبعا، مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي داخل قطاع الناشئين. انا هطلع فاصل صغير واستقبل ضيوفي الكرام. معانا تليفون، معانا دكتور عمرو ابو المجد. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا كابتن محمد. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. دكتور، هسال حضرتك في البدايه، مشاركه فريق 2005 مشاركه فعاله للغايه في بطوله دبي.